لماذا تريد اليهود المسجد الأقصى؟ اليهود تريد المسجد الأقصى بسبب هيكل سليمان. ما قصة هذا الهيكل؟ لما قامت اليهود بالحفر أسفل المسجد الأقصى؟ إن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بالإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تريد اليهود المسجد الأقصى؟ اليهود تريد المسجد الأقصى بسبب هيكل سليمان. ما قصة هذا الهيكل؟ لما قامت اليهود بالحفر أسفل المسجد الأقصى؟ الهيكل في اللغة العبرية تعني بيت الإله، وحسب اليهودية فإن داود عليه السلام هو الذي أسس لبناء الهيكل، لكنه مات قبل أن يكتمل بناؤه، وأن ابنه سليمان عليه السلام هو الذي قام ببناء الهيكل فوق جبل مروية المعروف باسم هضبة الحرم، وهو المكان الذي يوجد فوقه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. وللهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود، فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة، وأن سليمان بناه لهم ولديانتهم. وبعد وفاة سليمان عليه السلام اختفى بناؤه، انقسمت مملكته إلى مملكتين، كل مملكة لأحد أبناء سليمان، الأولى في الشمال وتسمى مملكة إسرائيل وعاصمتها نابلس، والثانية في الجنوب. وقد دمرت المملكتين في عام 721 ميلاديا، ولذلك إلى اليوم يسعى اليهود إلى استعادة مملكتهم وإعادة بناء هيكل سليمان. لكن هذا الكلام غير صحيح بالتأكيد، فليس هناك كتاب تاريخي أو مصدر موثوق به يثبت لنا بناء سليمان عليه السلام للهيكل، ولا يثبت لنا التاريخ الهيكل، وأن هذا الهيكل ما هو إلا خرافة ولا وجود له في حقيقة الأمر. واليهود يعتقدون أن القدس هو الدليل، هو المكان الموجود به الهيكل، وهم يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان في فلسطين، وهم معتقدين أنه أسفل المسجد الأقصى. النزاع حول مسألة وجود هيكل سليمان، يزعم اليهود بأن الهيكل كان موجودا ويصرون على ذلك، إلا أنهم اختلفوا فيما كان الهيكل وحجمه وتصميمه، ولهم في ذلك عدة آراء. وهي الرأي الأول، يرى أصحاب هذا الرأي أن الهيكل مكانه خارج ساحة المسجد الأقصى. الرأي الثاني، يرى أصحاب هذا الرأي أن مكان الهيكل تحت قبة الصخرة. الرأي الثالث، يرى أصحاب هذا الرأي أن مكان الهيكل تحت المسجد الأقصى، ولذلك أطلق الفلسطينيون جرس الإنذار اتجاه حفريات إسرائيل، قالوا أنها تجري تحت أساسات المسجد الأقصى وتهدد بناءه. قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين أن الحفريات الإسرائيلية جنوب غرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة زادت في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، وهي تأتي ضمن مساعي اليهود في سقوط المسجد حتى يعثرون على هيكل سليمان. وحذر الشيخ حسين في بيان له من استغلال الاحتلال لإجراءات الإغلاق التي فرضت بحجة وباء كورونا لتنفيذ مزيد من الحفريات، حيث تقوم آليات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر في ساحة البراق وقرب باب المغاربة، ما سيؤدي إلى إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك وهدمه. يدور الحديث عن حفريات مستمرة منذ أعوام، لكنها أصبحت مصدر قلق شديد في الفترة الأخيرة بسبب تكثيفها، لأنها تركت تشققات في مناطق الأقصى مثل مصلى الرحمة والأحد. رصدت دائرة الأوقاف الإسلامية اهتزازات مقلقة قرب ساحة البراق في المسجد، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها أن جرافة وحفارا كبيرا وآلات ضخمة قامت بأعمال حفر مستمرة عند بداية الجسر الخشبي في ساحة البراق الشريف، ولأول مرة منذ احتلال القدس سنة 1967 تشهد الجهة الشرقية للأقصى حفريات إسرائيلية، فغالبية الحفريات تمثل بالجهتين الجنوبية والغربية، إذ يوجد 26 حفرة كبيرة تصل إلى الأقصى، وهذا سيكون له أثارا تدميرية للقدس في المنطقة، كما أن سلطات الاحتلال تعمل على تزوير التاريخ في تلك المنطقة لإثبات الحضارات والتاريخ اليهودي.
وما يدل على ذلك وجود بعض اليافطات المعلقة كتب عليها هذه منطقة حقبة الهيكل، وذلك للدلالة على أحقية اليهود فيها، حيث أن إسرائيل تعلن عن الكثير من المشاريع اليهودية بالقدس لتنفيذها فوق الأرض، في حين أن المشاريع التي تنفذ تحت الأرض تبقى سرية في الكتمان، وهي البحث عن هيكل سليمان وما ينذر بخطورة الواقع في المدينة وتحديدا على المسجد الأقصى، أن الحفريات الجديدة التي قد تكون الأضخم تعتبر جزءا من مخطط إسرائيل لإقامة ما يسمى مدينة أورشليم، وتغيير الواقع التاريخي في الأقصى للوصول إلى باب الرحمة الذي يخطط له الاحتلال. واضح أن الاحتلال بات يبحث عن أي منفذ لإحاطة المسجد الأقصى بكامل تاريخ عبري مزور وطمس معالمه للوصول إلى داخل المسجد، تمهيدا لإقامة مكان ديني وطقوس تلمودية بداخله. ومنذ فترة طويلة تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وتحديدا باب الرحمة، وتمنع ترميمها وتبليط ساحتها، وتحاول اليوم عبر الحفريات الوصول إليها وتهويدها. هذه باختصار قصة كما يؤمن بها اليهود. هناك أدلة عديدة كلها تدل على بطلان نسبة الهيكل لسليمان عليه السلام، وأن بناء سليمان للهيكل هو مجرد أكذوبة من أكاذيب اليهود، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الأدلة. أولاً، لا يوجد مصدر موثوق به يثبت بناء سليمان عليه السلام للهيكل، فالقرآن الكريم قص علينا قصة داود وسليمان عليهما السلام في مواضيع عديدة، وذكر قصة سليمان مع بلقيس والهدهد والنملة ومع الجن أيضاً، وبعض هذه الأحداث تبدو أقل أهمية من الهيكل، فلماذا لم يتكلم القرآن الكريم عن الهيكل إذا كانت بهذه القدسية والجلالة التي يذكرها اليهود؟ ثانياً، لا يوجد هذا الهيكل إلا في كتب اليهود، وهي كتب لا يوثق بما فيها، حتى الكتاب المقدس نفسه، فقد اعترف كثير من علماء اليهود والنصارى والمؤرخين أنه امتدت إليه أيدي التحريف والتلاعب والزيادة والنقصان، مما يعني أنه لم يعد مصدرا تاريخيا موثوقا به، ولا يوجد له إسناد متصل إلى موسى عليه السلام ولا إلى الأنبياء الذين جاءوا بعده، ولذلك فإن هذا الكتاب ليس موثوقا بما يوجد به، وأن هذا الهيكل هو خرافة، وأن المسجد الأقصى هو للمسلمين وللهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود، فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة، وأن سليمان بناه لهم ولديانتهم. ثالثا، بعد وفاة سليمان عليه السلام اختلف أبناؤه وانقسمت مملكته إلى مملكتين، على كل مملكة أحد أبناء سليمان، فالأولى في الشمال وتسمى مملكة إسرائيل وعاصمتها نابلس، والثانية في الجنوب. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم السند والعون. اللهم يا سامع الشكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف كل كرب وبلية ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا، أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.